كانت واحد القناه تدير فتاوى على الهواء، قناه عربيه على كل حال، التليفون راه متزاير هضر معاه بالجزائريه، سيد ما فهم والو. قالوا الاخ منين؟ قالوا لنا فلان من الجزائر. مرحبا، واش يعرفوا على الجزائريين المشارقه كاع؟ غير تقول لنا جزائري، البلاد مليون ونص، مليون ونص مليون شاهد. سمح، هذا واش عنده يعرف؟ وهذه بحكم التجربه تاعي، رحت لتونس، رحت لمصر، رحت لسوريا، وشاركت في مهرجانات، تقول لنا جزائري، بلاد مليون ونص، تحبس تم، حاجه اخرى والله ما على باله. تصور ما طورناش. انا جايك، عيط له، قال له الاخ واش عندك؟ قال له يا ودي انا عندي بابا غير كيما قيبت. سيد قالوا الاخ تكلم عربي، قال صافا فهمك شيخ، انا عندي بابا غير كيما قيبج وخلى سما فرتونا لاباس بها، وجا خويا جبد بينا الحصيره. واش راح يفهم؟ خلى لك القيبه. طيب معليش معليش، نمشيو عند سعاد. سعاد واحد في فرنسا حكموه لابوليس. قال له واش؟ هذه الشيخ بابا. قال له الشيخ بابا خلات قرقيبه غير كيما قيبج. عيط للسعوديه قالت قرقيبه. لا لا غير كيما قيبج، قيبج هذه يقولوها غير في الجي. ايه قيبج. قالوا الشيخ بابا قيبج وخلات قرقيبه. قيبس. وعندنا خويا كبر جبد بين الزربيه. تما كيف نديروا شيخ؟ سيد ما فهم لا قيبج، فهم غير الزربيه، عم يضربوا على الصلاه. هذا واش كاين؟